كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء. كان عليه الصلاة والسلام يتفاءل ويعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح. وكذلك كل كلمة حسنة. لكن ما في الوسع وندعو زدنا يا مولانا علما. إذا كان الميت محرما غسل كغيره دون أن يمس كافورا أو غيره مما له رائحة طيبة، فما هي الأشياء التي يفارق بها المحرم الميت بقية الموتى في الغسل؟ لا نخمر رأسه ولا نغطيه ولا نضع طيبا لأنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة الرجل الذي وقصه بعيره، يعني ألقاه من فوقه فصرع ومات وهو محرم بلباس الحرام، قال: اغسلوه بماء وسدر، هذا للتنظيف، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبا لأنه محرم، ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث دلالة بينة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وموافقيهم في أن المحرم إذا مات لا يجوز أن يلبس المخيطة ولا يخمر رأسه ولا يمس بطيب. وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وغيرهم: يفعل به ما يفعل بالحي. وهذا الحديث رد على قولهم، راد لقولهم. وقول صلى الله عليه وسلم: اغسلوا بماء وسدر، دليل على استحباب السدر في غسل الميت وأن المحرم في ذلك كغيره، وهذا مذهبنا. وبه قال طاووس وعطاء ومجاهد وابن المنذر وآخرون، ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون. إذن هذا الفرق بين المحرم وغيره في موضوع الغسل.